انت باباك الولي امرك يعني هذا الجزائري قد لانه هو كان حاب يعاونك اتوبخي باش تسوي وضعيتك وهو ما كانش قادر عليها، دونك قدر بطريقه انه يلقى والدك البيولوجي الاصلي عن طريق الفيسبوك. يحوس بابا على الاسم قبل باسكو مال اجان نورمال اللي يكتبوا الفيسبوك تاعهم بالاسم واللقب، ما لقاش ماشي كاتب اسمه. ومن بعد صدفه دخل في لي فوتو، دخل في لي فوتو يشوف لي فوتو بالك يلقى واحد يشبه لي، بالك واحد مني من العائله تاعي تشبه لي. دخل كي لحق ليه هو شاف لا فوتو تاعو، دار لا فوتو تاعو كي كان جان، سبحان الله فوتو كوبي. قال لي جو بونس عندنا تصويره مع باباك البيولوجي. هذه التصويره بعد ما بعثها لي بابا. ايه معليش دوك نشوفوها شويه، مي كملي لنا كيف إيه. كي لقيتي باباك؟ قلت لك انا نشبه البابا فوتو كوبي. ومن بعد بعث له قال لي هذا هو بابا، قلت له ما تحلفش، قال لي نحلف في المصحف لا هذا هو بابا، قال لي سبحان الله تشبهي له فوتو كوبي. ومن بعد شفناكم، بعد هضر معاه هو ما جاوبوش، عطاني بابا اللي خلى لي الامر ليا انا، بعثت البابا هذا، مازال مانيش متاكده باللي بابا 100%. سخير الله. ومن بعد بعثت له ليه، كي بعثت له ليه قلت له انا بنتك منى اسمني هكذا، اسكو تعرف الطفله هذه اسمها هكا؟ قال لي وينتي يا بنتي؟ قلت له كيفاش انا بنتي؟ قلت له وري لي الدليل، من امنش وري لي الدليل، ابعث لي حاجه. بعث لي لافوتو تاعي انا وياه، هي الوحيده اللي عنده كي كنت صغيره، وبعث لي لاك دي نيسونس تاعي قديمه ملي زدت اصلا تلمو قديمه حتى صغارت. مازال مخبيهم هو؟ اه مازال مخبيهم، مازال مخبيهم. اي شغل خلعت كي شتهم صدفه هكا لا فوتو عطيتها لكم. اه يا عندنا مش دوك الناس المشاهدين يشوفوها او ميم طون. كان كاين احساس بينك وبين باباك البيولوجي ولا انت كنتي تحبي غير الجزائري؟ لا لا ما يلحقش الجزائري، نحب بزاف الجزائري ما يديروش بلاصتو، باسكو على في الاول قلت بالك مازال ما نعرفش هذا الشخص، ما نقدرش نحكم عليه من نهار الاول نقول بلي نحبه بزاف ولا ما نحبوش بزاف. مي بعد ما كانت العلاقه بيني وبينه كاع شغل ما عندوش علاقه تاع بين ابي يحب بنته ولا يحوس عليها ولا يحوس يشوفها ولا شغل شخص هكا وخلاص، تعرفوا هكا وصاي. هو يتعامل معك هكا وخلاص ولا انت؟ ديجا انا كي نبعث له اصلا ما يجاوبنيش، مي كي نهضر معاه قليل باه يجاوبني. مين داك ما يشوفش لي ميساج، مين داك يشوفني يخليني، مين داك يهضر معايا كيتفحلو شغل.